الفرق ما بين احمد الشناوي ومحمد الشناوي؟ يعني محمد الشناوي الناس بتعتبره ان هو الجون نمره واحد في مصر، وانا واحد من الناس ده بكل امان. ايه الفرق اللي انت شايفه ما بين محمد الشناوي واحمد الشناوي؟ الاصرار طبعا. وانا اتكلمت مع حضرتك في ده في البدايات، واحنا بنتكلم عن محمد الشناوي وبدايته معايا في طلائع الجيش. الاصرار كان واضح، هو كان راجل عنده اصرار كبير جدا انه خرج من النادي الاهلي، عايز يرجع تاني، عايز يلعب منتخب مصر. كان والله يا كابتن قابلت الشناوي، ما قابلته محمد الشناوي قلت له الكلام دوت، لان محمد الشناوي اتمرن معانا فتره كبيره في الجيل بتاعنا بالظبط، فانا كنت شايفه مستواه واقف لحد حته معينه، اما طلع ولعب ورجع، رجع بني ادم تاني خالص، حارس مرمى تاني، رجع احسن واحد في مصر، وقعد محافظ على الكلام دوت السنين اللي فاتت كلها. لا، ويعتبر الحارس الوحيد في مصر لحد النهارده اللي لعب في 3 بطولات قاريه. محمد الشناوي لعب في بطوله افريقيا، لعب كاس عالم، لعب اولمبياد. ما حدش عمل ال3 بطولات دول. يعني بالنسبه لعصام الحضري الاسطوره التاريخيه طبعا لحراسه مرمى مصر، واللي حقق انجازات كبيره وهو بيلعب، لعب في بطوله افريقيا ولعب كاس عالم، ما قدرش يلعب اولمبياد. فمحمد خلاص كسر كل الارقام. محمد نموذج للاصرار وللتحدي للنجاح. ده خد بالك لما رجع كمان بعد ما طلع ورجع على الاهلي، ده هو كمان كان رجع على منافسه، يعني شايف يعني إكرامي كان شايف اكرامي طبعًا كان موجود طبعًا، وكان علي لطفي اعتقد موجود، يعني هو رجع مش راجع يلعب اساسي. بالظبط بالظبط، فدي حاجه تحسب له، حاجه محترمه جدا. حاجه تانية في حته الصناعه كابتن بركات، المركز الوحيد اللي تفضل تطور اداؤه في ال 11 مركز اللي في الملعب هو مركز حراسه المرمى، لحد ما يبطل تفضل تطور في الاداء. المركز الوحيد، كل المراكز الثانيه خلاص مراكز تعليميه، واللعيب بيبقى ليه سيكولوجيته اللي بيدير بيها اللعب، فمهما تطور في ادائه ما بيوصلش تطويره زي مركز حراسه المرمى. مركز حراسه المرمى لحد ما الراجل بيلعب اخر ماتش وهو هيبطل، وتقدر تطور له في ادائه دي في المباريات. فدي من الحاجات اللي هي صناعه، لا صناعه طبعا، وصناعه بحته، وصناعه عايزه الصبر، عايزه ازاي تبقى انت عارف انت بتشتغل على الصناعه بتاعتك دي ازاي عشان تقدر تنجح فيها بشكل كويس. يهمنا يا كابتن اعرف رايك برضو في عواد. عواد الفتره اللي فاتت اللي هو فنش بيها الدوري، كان برضو هو اللي على الساحه وهو اللي واكل الجو، وكان شغال كويس مع نادي الزمالك، كان بيقرا اللعبه، كان بيطلع بيشتغل بكاليبرو فتره من الفترات، ابتدت الدنيا شويه ايه شيء تظبط معاه شويه بقى ممكن بياخدها من نص الملعب، يعني فاهم اللي هي ايه المخاطره اللي بقى ايه، لا اما تبقى جايه حلوه فتبقى منظرها حلو قوي، لا اما مخاطره بقى. يعني شفت اداء عواد ازاي او مستواه في الفتره الحالية؟ بص، الفتره بتاعه الموسم السابق هنتكلم على فتره وفتره. يعني الموسم السابق، لا عواد طبعا من الحراس اللي ادت بشكل كبير جدا، نجح مع نادي الزمالك ان ياخد بطوله الدوري العام مع نادي الزمالك، ونجح ان يبقى ليه دور ان نادي الزمالك يحصل على كاس مصر، فكان ليه دور كبير جدا في نجاح نادي الزمالك. هو كان بيستمتع، واضح عليه ان هو وهو بيلعب بيستمتع بشكل كبير جدا في ادائه الحركي وهو شغال، وحابب ان هو يشتغل رغم ان مستر بريرا بيلعب بثلاثه في قلب الملعب قدامه. فبالطبيعي جدا طالما انت بتلعب بثلاثه لازم تبقى خطوتك اقل لتحت شويه، انما هو كان دايما حابب ان هو يبقى يعني مش عارف يعني متقدم بشكل كبير. فده طبعا خدعه في احدى الماتشات، ماتش كان الداخليه تقريبا، صح؟ خد بالك برضه هو مثلا واحد زمان والنوير ده، يعني الناس بتبص له في حاجات كتير قوي، في ناس شايفه فيه ان هو الحارس العملاق، فليه لا ان انا احاول ان انا اشتغل شغله، وان انا اجي واطلع واعمل واخد الكوره وابصيها واعمل، انت عارف برضه الموضوع ده امكانيات وقدرات يا كابتن. نوير كان لعيب كوره اصلا من الاساس، لعيب ولعيب كويس، يعني ما كانش حارس مرمى من الاساس، فحته لعبه للكوره وادائه الحركي ورا الناس، هو عنده القدرات اللي تسمح له انه يقدر يعمل ده. الكلام ده فانت ما تقلدش حد الا اذا كانت امكانياتك تسمح. بالظبط كده، لان عنده امكانيات بدنيه وجسمانيه ومهاريه، كل الامكانيات دي لا تختلف باختلاف كبير جدا، وشكل الفكر نفسه اللي في الكوره بره غير شكل الفكر هنا في الكوره المصريه او في الكوره العربيه بشكل عام. يعني فانت دايما حافظ، لان حارس المرمى كابتن بركات ممكن يعمل كل حاجه في الماتش، كل حاجه في التصديات، وبعدين واحده غلطه واحده بس تخلص على كل ده، بعكس الفيرود يغلط 5000 غلطه ويضيع 5000 فرصه، وبعدين في كره واحده بس يفرح الناس كلها. فانت هنا اخطائك محسوب عليك، انت اسمك هنا حارس، يعني تحرس المكان ده كويس قوي.